الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة. رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الربط الكهربائي مع السودان. الداخلية تعلن مقتل 16 إرهابيا في مداهمة بؤرتين إرهابيتين بالعريش. الثانية ظهرنا 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي مع السودان. وخلال اجتماعه مع وزيري الكهرباء والتموين، شدد مدبولي على أن مصر تولي اهتماما كبيرا بكل مشروعات التعاون مع السودان بما يخدم مصالح الشعبين. وكلف رئيس الوزراء بالتفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع اتفاقية تشمل الحصول على قيمة الربط الكهربائي بالسلع والمحاصيل التي يتم استيرادها من السودان، وذلك في إطار تبادل المصالح المشتركة بين البلدين. قتل 16 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في العريش. وقالت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش. وأضافت أن قوات الأمن دهمت البؤرة الأولى بأحد المنازل بحي العبيدات، حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على قوات الشرطة وتم التعامل معها، وأسفر عن مقتل 10 من العناصر الإرهابية. وأوضحت أن قوات الأمن دهمت البؤرة الثانية بمنطقة أبو عيطة، حيث تم تبادل لإطلاق نيران بين العناصر الإرهابية وقوات الأمن، ما أسفر عن مقتل 6 من العناصر الإرهابية. كما تم العثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والأحزمة الناسفة. نشط خبراء المفرقعات منزل الإرهابي الذي فجر إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته أثناء ضبطه من قبل قوات الأمن بمنطقة الدرب الأحمر. وعثرت قوات الأمن على مواد تستخدم في صناعة المواد المتفجرة داخل منزل الإرهابي الذي يدعى الحسن عبد الله. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من 16 إلى 18 من مارس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أعلنت إدارة المنتدى عن فتح باب التسجيل لحضور الملتقى حتى اليوم 25 من فبراير الجاري، مشيرة إلى أن تنوع ألوان شعار الملتقى بألوان مستمدة من روح وثقافة مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية التمسك بحل الدولتين كمبدأ لحل القضية الفلسطينية. وخلال مشاركته بالاجتماع الوزاري التشاوري المصغر حول آخر مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط بالعاصمة الأيرلندية دبلن، استعرض شكري ثوابت الموقف المصري وجهود القاهرة ذات الصلة. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.